ولذلك ذكر من صفات أهل النار النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عتل جبار غليظ. ده الزول المتكبر، متكبر في شنو انت قال؟ يعني زول لابس كويس كده قاشر تمام وراكب عربية سمحة، ده المتكبر؟ لا، المتكبر اللي ما بيقبل الحق. يعني لما تقول له هو غلطان تقول له يا أخي والله النبي صلى الله عليه وسلم قال الزول ما يعمل كده يا أخي، الكلام ده غلط. ولك انت يا تعلمني تعلمك منه ذاته يا ودي انت ودبتين يا خلينا من ودبتين ود قبل شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيء ده حرام، يقول لك بالله امشي يا أخي، أنا صليت في الحرم تعلمني أنت؟ حجيت 6 مرات أنت تعلمني؟ امشي يلا. ده عتل غليظ وتكبر يا أخي، الحق تقبله أنت في شنو؟ أنت عملت غلط؟ أدوك الحق بدليله أقبل. عشان كده ده من صفات أهل النار متكبر. قال صخاب بالأسواق، صخاب الزول اللي بيصيح في السوق بكورك، في ناس بكوركوا كوارك ما عندها معنى. انت زول فارش ليك طماطم كويس، وهذه طماطم ما الناس شايفاها قدامه، هذه ما في داعي تمسك لك ميكروفون وتقعد ب7 جنيه من 7 صباحا لين مغرب بكورك 7 جنيه. يا اخوانا ما خلاص، هذه طماطم اكتب عليها ورقه 7 جنيه واقعد، قال لك اكتب لك رزق بيجي. قال صخام بالاسواق، صوته عالي بكورك، جيفة بالليل، الليل بيجي بنوم ساي، حمار بالنهار، بالنهار بكورك زي الحمار، بالليل جيفة ما عنده صلاة. قال عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الدنيا دي والله في ناس بيعرفوها عرفة كده، بس نادي لك واحد من الشباب أسأله من الكورة يقول لك كريستيانو منو كده ما تعرف، ولده يقول لك في سنة كده وكان خطب سيرينيا وطلقوها منه. يا ناس ده ود عمك انت صحابي جليل بيعرفون لك عرفة بالحتة، لكن لو جيت سألته قلت له العشر المبشرين بالجنة هم كم ما بيعرفوا كويس، ما عنده رغبة، ده ما عنده فيه رغبة، لكن رغبته في شنو؟ بس يعرف لك الفنانين، واحدين بيعرفوا لك الفنانات، واحد بيعرف لك الرقاصات يقول لك فلانة ديك رقاصة كده، والرقاصة دي هي يقول لك لا يا أخي أصلا سورية هي، واتجنست يا أخي مالك اتجنست يقول لك واخذت الجنسية الألمانية. يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم بأمر الدنيا، الدنيا دي بيعرفوها لك عرفة، وفي ناس دم حرام بيعرفها بالحرام، في ناس عرفة بالحلال بيعرفوها لك، يعرف لك الدنيا دي وتفاصيلك وكده، ويقول لك يا اخي الفتح التركي كان سنه كده، وما تعرف الانجليز طردون يوم كده، وكرري ماتوا فيها كده، وما تعرف يجيبها هنا كميه عارفه لك، ما كعب ده، لكن اعرف الاخره كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا اخوانا بورينا يومنا بتاع رمضان يكون كيف، انت عشان تكون تخش رمضان ده بفهم. قال لا يرفص، لا يسخط، لا يجهل، ما تجهل. احيانا في مواقف بتستفزك للجهل، انت تلقاك انت منضبط من الصباح مظبوط ما في مشكله، ركبت المواصلات جيت راجع من هناك كويس، بعد شويه تدي الكمسار القروش يابا يرجع لك الباقي، يعين لك بالمرايه كده بكون خاطي المرايه قدامه تنسى القروش، في واحدين زي ده كده دايرك تنسى قروشك وتنزل، يستفزك الموقف تقوم طوال الجوطة معه، زي ما قال عمرو بن كلثوم قال ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، دار يعمل معك تصوت معه للنهاية كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهل، ما تتعامل تعامل الجهلة في أي شيء من الأمور، في استفزاز، في أي موقف من المواقف ما تتعامل تعامل الجهلة. قال لا يسخط ولا يجهل، يلا انت ممكن تكون منضبط في نفسك لكن استفز غيرك، برضو النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك قال فان سابه احد او قاتله، هذا صلت عليك انت ما سالته، قاعد في محلك ما سالته،
قال فإن سابه واحد برا سبب منبذك أو قاتله كويس، قال فليقل إني صائم، بس تسكت تقول له إني صائم، رغم إنه يا إخواننا الزول عنده الحق يرد. لاحظ زول لو سباك اتكلم فيك في عرضك عندك الحق ترد، الرد ما حرام، بركزوا معاي في النقطة دي، الرد ما حرام. يعني زول جا قال لك اسمع يا بليد كويس، انت عندك الحق تقول له بليد انت، ما حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال المستبان ما قالا فعلى البادي، حرام عليك على البدا أول، المستبان ما قالا فعلى البادي، قال ما لم يتعدى الأول المظلوم. زي واحد جا قال لك ها انت بليد، تقول له بليد انت وبليد امك كده تعديت صح، لانه قال لك بليد براك انت، امه ما في حاجه دخلتها، تقول له بليد انت وبليد امك، ده تعدك يبقى عنده اثم لانه تجاوز. يا اخواننا في رمضان حتى حجك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خليه، يعني لو قال لك يا بليد ما تقول له بليد انت، قول له اني صايم مشيها. لو ركزت بتلقى انه الصيام فيه كسر للنفس صح، عشان كده شهر رمضان ده بحقق التقوى، وبعلمك انت آداب لنفسك دي بتأدبها تمام، تطلع من رمضان بغير الشخصية الأولى. يا أخي ده كسر للنفس عجيب، قول ها ناس يقول لك والله يا مولانا رضينا، أصل حق الله ده أكل ما ناكل، شراب ما نشرب، في معناه كله ده داقي بالنبي، لكن زول ينبذني يا مولانا خليه. ممكن زول ديك ما كسر للنفس كونه أنت قدامك موية باردة يا هذيك وانت عطشان جدا، شوف الصيام ده أدب للنفس حارة كيف، هذه موية باردة قدامك. ممكن تكون أنت قاعد في البيت براك وتلاقي جنبك شغالة عصاير موية كله وعطشان وبراك ما بدون شايفك ما بتشرب، أدب للنفس قمة العطش. زمان ولا بتعطش قدر ده، تشرب ساي ولا عطشان، لكن السي مع قمة العطش انت ما بتشرب، تلقى الأكل اللذيذ اللي انت بتحبه وانت خالي براك ما بتاكل. تأديب للنفس غاية، مرات تكون شغال شغل حار في الشمس من الساعة 11 تكون عطشت خلاص عطشة ما بتتقابل، مع هذا كله انت بتغني نفسك انه ما في شراب الا بعد ما غيب الشمس، تكون عادي بتواصل. ده انت عارف لو في غير رمضان ابو ادم كلها ما بتمسكك من المويه، بتشرب، لكن شوف تأديب النفس، تصبر وتكسر نفسك. من تأديب النفس انه الانسان اذا سابك، والسب ده حار، يعني انت ممكن ما تسيب زول، انت ما تسأل زول في حدودك، لكن زول جاء سألك انت تقول لي اني صايم ما ترد له، والله ده حر خلاص. يا اخو واحد قال لك ده في الحج خليه هنا، الحج هناك ما فيه رفث ولا ما فيه ده كله. واحد قال لك لاف في الكعبة زول ما شاء الله جسيمه كويس، وده بيجي كل مرة بالزلك النازل كلهم بيدفرهم وبيمشي هناك راسه عديل على الحجر الأسود، يلف وتاني يجي يقبل الحجر ويلف ويجي للحجر تاني، دفر لك النازل دفر. واحد من أهل دقل زي ما حكى واحد من الشيوخ قال لبت له بس قفلت معاه وقنع عليك من عمرته وقنع من أي حاجة، بس لبت له جنب الحجر قال خليه يجي. أول ما جاء زول ذاك رقد له بيبني خطه في الواطة، لأنه في ناس الاستفزاز ما بيتحملوا. وانت شوف صيامك عشان يكون صيام تمام انت لابد تصل المراحل دي كلها، في ناس بيمشوا مراحل، ما الصيام ده مراحل، هو مرحله بتاعت انه ما تاكل وما تشرب دي اغلب الناس بيقدروا عليها، ما تاكل وما تشرب ما في مشكله،
لكن أول ما يجيك في مراحل عالية تاني إنه تقعد في الجامع تقرأ قرآن ممكن كثير يقدروا على دي. صلاة التراويح قيام الليل ما تفرط فيها ممكن ناس يمشوا فيها، لكن تقول لي ذول ينبزني ما أرد له، والله دي كثير من الناس ما بيقدروا عليها. تعرف الواحد يقول لك يا أخي برانا صايمين وقافلة معانا، نظام دار يبرر لك يعني صايم وقافلة معاي، صايم دي عرفنا قافلة معاك دي شنو؟ ما في داعي ليها. الصيام يا اخواننا عشان يكون صيام يطهرك ونجيك من النار، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.